أبذل كل جهدي لتقريب بين القوى السياسية ورعاية حواراتها من أجل تحقيق هذا الهدف والقيام بمهامي بأمانة لحماية الدستور. رئيس الجمهورية يتسلم مهامه رسمياً في قصر السلام ويتعهد بحماية الدستور وحل المشاكل القائمة. على المستوى الوطني السوداني يؤكد تمسك حكومته باستمرار الحوار ويجدد التزامه بعلاقات خارجية متوازنة. الإطار يتوعد الكاظم نواب يتحدثون عن ملفات فساد كبيرة ويتعهدون بطرحها ومناقشتها داخل مجلس النواب. الأنباء بالتفاصيل من الرابعة، أهلا بكم. وباشر رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد رسميا مهامه في قصر السلام في العاصمة بغداد، وبدأت صباح اليوم مراسم الاستلام لرئاسة الجمهورية بحضور قادة القوى السياسية والكتل البرلمانية في مجلس النواب. وتعهد رشيد بحماية الدستور وحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم ودعم أي حوار، معربا في الوقت ذاته عن أمله في تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع ما يمكن. كما نضع نصب أعيننا مما ينتظر الشعب العراقي العزيز من الحكومة الجديدة التي نأمل أن تتشكل بسرعة وتكون قوية وكفوءة وموحدة لتلبي طموحات الشعب في الأمن والاستقرار والخدمات، من بناء المدارس والطرق والكهرباء والمستشفيات والحفاظ على الثروة المائية وغيرها من الثروات الطبيعية. سأبذل كل جهدي لتقريب بين القوى السياسية ورعاية حواراتها من أجل تحقيق هذا الهدف والقيام بمهامي بأمانة لحماية الدستور والسيادة ووحدة واستقلال العراق، والمساهمة في حل المشاكل القائمة ومن بينها المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة المركزية تحت سقف الدستور. هذا من جهة، كما سأسعى في التركيز على إقامة متينة متوازنة بين العراق ودول الجوار والمجتمع الدولي من أجل المصالح المشتركة. هذا فيما أكد رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني حرص الحكومة المقبلة على استمرار الحوار على المستوى الوطني داخل البرلمان وخارجه. السوداني وخلال استقباله السفيرة الأمريكية لدى العراق إيلينا رومانوسكي أشار إلى رغبة العراق في ترسيخ علاقات شراكة استراتيجية مع واشنطن عبر تعزيز العمل على اتفاقية الإطار الاستراتيجي، فضلا عن التعاون الأمني في مجال تقديم الدعم والمشورة لتمكين القوات الأمنية العراقية، مشددا على أهمية بناء علاقات دولية متميزة ومتوازنة بما يصب في مصلحة الشعب العراقي ومد جسور التعاون مع الشعوب الشقيقة والصديقة في المحيطين الإقليمي والدولي. هذا وأعلن القيادي في الإطار التنسيقي التركي جدعان أن المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة محمد الشياع السوداني
التقى بممثلي ثلاث كتل سياسية من أجل بحث ثلاث نقاط أساسية بتشكيل الحكومة. وقال جدعان إن مرحلة طرح الأسماء المرشحة للوزارات انطلقت فعليا، وسيتم تقديم ثلاثة أسماء مرشحة، وللسودان حق اختيار إحداها أو رفضها بالمجمل وفق رؤيته، مؤكدا أن كل القوى اتفقت على إعطاء مساحة كافية من التحرك لرئيس الوزراء المكلف في اختيار كابينته الوزارية، متوقعا جهوزية الحكومة لغرضها وعرضها على مجلس النواب خلال أسبوعين من التكليف. وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني قد نفى التسريبات بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة. وذكر المكتب في بيان أن العمل ما زال في طور النقاشات والمباحثات وتبادل الآراء مع كل الشركاء السياسيين والأطر الاجتماعية والوطنية، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومة في هذا الظرف الدقيق الذي يستدعي وحدة الصف. تترقب الأوساط الشعبية والسياسية تحركات رئيس مجلس الوزراء المكلف وشكل الكابينة الوزارية الجديدة، توقعات بأن يواجه السودان تحديات شائكة نتيجة التركة الثقيلة التي خلفتها الحكومات الماضية. بينما يتحرك مكلف رئاسة مجلس الوزراء لإكمال تشكيلته الحكومية ونيل الثقة داخل البيت التشريعي، تترقب الأوساط الشعبية والسياسية هذا الحراك ومدى إمكانية ما قطع من وعود بأن تكون حكومة السودان ذات خدمة وإنجاز. تشكيلة توجب تداعيات الحكومات السابقة وتجاربها بأن تكون آلية الاختيار فيها دقيقة وضمن معايير خاصة تنسجم مع تحديات الوضع الراهن. ممكن أنه يقدم خدمة، ممكن أنه يوصل صورة أنه هناك كفاءات وهناك نخب وهناك قيادة سياسية وإرادة سياسية، وشخصية رئيس الوزراء هي العامل الأبرز أن يكون قوي وأمين. فعامل رئيسي في إنجاح الحكومة العراقية مع اختيار الكابينة وفق أطر وضوابط أن تكون هذه الكابينة تستحق أن تقود هذه الوزارات بصورة صحيحة ومهنية وشفافة، فالحكومة ممكن أن تنجح في هذه الفترة ولو بنسبة قليلة، وهذا هم يعتبر إنجاز قياسا للحكومات الأخرى. ومع ما حدد معايير خاصة في التشكيلة الوزارية، ترى أوساط رقابية ضرورة أن تطلق القوى السياسية اليد أمام السيد المكلف في اختيار الشخصيات التي ستدير حقائبه الوزارية لضمان تحملها المسؤولية الكاملة في إدارة الدفة التنفيذية للمرحلة المقبلة، تماشيا مع المتبنيات التي يطرحها الإطار التنسيقي بوصفه الكتلة الأكبر في دعم ومساندة مرشحه لهذا المنصب. يعني يجب أن يكون الوزراء تكنوقراط ذوي اختصاص، أن لا يفرضون فرض، نعم يقدمون عدة أسماء، نعم يعطون الـ 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 الاختيار للسيد رئيس الوزراء وهو على دراية بالحكم الإداري وكيفية التعامل مع الآخرين، واستأزر عدة رؤية إدارية بحتة، لأنه ثلاث مراحل انتخابية فاز، لديه التعامل مع الكتل السياسية، استأزار ثلاث وزارات على السيد، على الأخوة الباقين اللي احتضنوا السيد السوداني، عليهم أن يعطونا الحرية المطلقة لاختيار طاقم الوزاري حتى أن يكون بالطريقة الناجحة وإدارة الدولة. ويتوقع أن تواجه حكومة السوداني المرتقبة تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية شائكة نتيجة التركة الثقيلة التي خلفتها الحكومات الماضية، وإن الطريقة لن تكون أمام هذه الحكومة معبدة بالزهور. وبحسب بعض المصادر، فإن المكلف برئاسة مجلس الوزراء أتم ترشيح الأسماء الخاصة بتشكيلته الحكومية، ومن المتوقع أن يعلن عنها خلال المدة المقبلة. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. دعت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني آل طالبان رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني إلى تشكيل فريق واضح وكفوء لإدارة مكتبه. طالبان وخلال حديثها في برنامج المناورة أكدت أن المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي لا يمتلك منظومة واضحة لصناعة القرار. والله العظيم ويحضن على محمد من ناس مهمين اللي هم المؤسسات الثينك تانك الأمريكية وبريطانية وكذا مرة،
هم أصدقاء أنا ملتقي بهم من رايحة برا أو هنا، يسألون سؤال جدا مهم، وهذا مهم سؤال سيد محمد شياع السوداني. يقولون منو الشيف اوف ستاف مال الكاظمي؟ منو مكتبه؟ ماكو رئيس، ما عنده منظومة واضحة، وجوه جديدة. لا لا، منو المنظومة هاي؟ منو ياخذ، منو اللي يسوي قرار؟ رئيس وزراء شخص بس. اليوم بس موجود فريق ويا، منو كانوا الفريق؟ يعني بعضهم زملائنا بالإعلام دخلوا ويا بعضهم. تسأله يقول أنا ما علي. بعدين يقول لا لا، أنا تعاملت شت رئيسة كتلة، أروح أسوي موعد، أحتاج شغل، أودي أوراق، يضيع يضيع. نقول له بابا هاي الورقة مو هاي مو يمنا. زين يم منو؟ منو يتابع بمكتبكم؟ قبل أسبوع أحدهم من هذا المكتب اعترف لي، قال إحنا كانت عندنا فوضى في المتابعة. قلت له وإحنا شنو ذنبنا؟ مو هاي تتأثر على البلد كله يعني. طبعاً. خب هو مو. قلت له أنا ما يوم دخلت عليكم جبت شيء خاص. أنا كنت رئيسة كتلة، أجيب أشياء تخص الكتلة، تخص كركوك، تخص الإقليم. زين معقول تقول لي والله ما ندري إحنا زين؟ هذه واحدة من الأمور، إنه رئيس وزراء منو اللي يديرون ملفاتك؟ لازم أكو فريق. هذا الفريق يكون واضح. فأنت نفس الانتقاد تحولي إلى نصيحة لمحمد الشياع. ضروري. يعني هي نفسها انتقاد لحكومة الكاظمي. ضروري. أي رئيس مهم يكون عنده لوبي في داخل رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان. زين في بلدنا سب الدول، بأمريكا رئيس الجمهورية هو رقم واحد، بفرنسا رئيس جمهورية. يعني رئيس برلمان مو، إحنا نظامنا برلماني. صح. فرئيس البرلمان مهم. منو استاف مال الحلقة اللي يقعدون اللي يناقشون موضوع وياه اللي ياخذون قرار اللي لو بس هو؟ يعول اقتصاديون على الموازنة المقبلة نظرا للوفرة المالية التي من المفترض أن تعالج أزمة البطالة في ظل ترقب شعبي لقيام الحكومة الجديدة بإيفاء الوعود التي قطعتها في هذا الصدد. أولى خطوات الحكومة المقبلة هي تقديم مشروع موازنة 2023، هذا ما يؤكد عليه اقتصاديون نظرا لآنية الضائقة المالية الخانقة. الوفرة المالية في الموازنة القادمة ستكون كفيلة بتفعيل القطاع الخاص ومعالجة أزمة البطالة وإطلاق درجات وظيفية وواقع الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية. الوفرات المالية ستساعد في عملية زيادة مستوى إطلاق الإطلاقات المالية. 180 تريليون ستكون كافية لتحقيق الأهداف على مستوى تشغيل العاطلين، تحريك ملف الاستثمار. العراق بحاجة في هذه الفترة إلى استيعاب الطاقة الشبابية. هناك اختناقات مالية على مستوى جميع البنود، الإدامة لمفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية. لا نستطيع الإيفاء بهذه الأهداف دون وجود موازنة. ترحيل قانون موازنة 2022 وإقرار قانون الأمن الغذائي الذي جاء أشبه بالبديل عنه، لكنه لم يستطع أن يصلح شرخا اقتصاديا واحدا. هذا ما تحركت به حكومة تصريف الأعمال فاقدة الصلاحيات. الحكومة الجديدة ستكون محصنة بالصلاحيات في تقديم المشاريع، من ضمنها قانون موازنة 23. يعني هذا هو وقت الموازنة، فيستطيع السيد السوداني بعد التصويت عليه وأدائه اليمين أن يعمل على إحالة الموازنة إلى البرلمان لتشريحها، موازنة 23-24، لأنه هذه الموازنة هي تتعلق بخبزة العراقيين وتنظم كافة مفاصل الصرف والواردات والإيرادات والرقابة. الأنظار الشعبية جميعها تتطلع لأن تكون المرحلة الحكومية المقبلة وافية في تصحيح ما خلفته عمليات الإهمال والإقصاء لواقع الإدارة المالية ومنهجية تغييب إصلاح المشاكل الاقتصادية التي تعرض لها العراق في الحقبتين الأخيرتين. أحمد ليث، بغداد، الرابعة. السيد رحيم العبودي عضو تيار الحكمة الوطنية معنا مشاهدين، أهلا بك سيد رحيم. يا مرحبا. استمعنا إلى كلمة رئيس الجمهورية، تحدث الرجل عن حماية الدستور، تحدث عن الحوار والتقريب بين القوى السياسية. هل تتوقع أن ينجح السيد رشيد في حل هذه الأزمات؟ هل ينجح في نقل العراق إلى مرحلة أكثر هدوء؟ شكرا للاستضافة. تحية لكم
الرابعه. اهلا. معول على هذه تختلف في رؤى وبالتالي قدره الرئيس هو احد الاطراف التي من الممكن ان تلعب دور جيد في قرارات مهمه لتوطيد العلاقه وبناء الجذور ما بين القدس وما بين الشعب العراقي. تعلمون جيدا الامور يعني باتت في ظل سنه من الانسداد السياسي، عطلت الكثير من المشاريع، عطلت الكثير من البنى التحتيه، عطلت الكثير في اداءات الدوله وفي اداءات الحكومه والقوى السياسيه، وبالتالي لابد من المراجعه للقرارات السياسيه، ولابد من ان تكون هناك طاوله حوار حقيقيه ينفذ من خلالها الفاعل السياسي الى اداءات مختلفه، وكذلك لتوطيد علاقته مع الشعب العراقي الذي بات لا يريد ان يرى سياسي او لا يريد ان يسمع لسياسي. نعم. سيد رحيم، هذا موضوع واضح. فلنتحدث عن الكابينة للسيد السوداني، لديكم معلومات انه هل حسم امر بعض الوزارات ام انه الموضوع قد يحتاج الى المزيد من الوقت؟ لا يمكن توضيح الواضحات كما تفضل جنابك، ولكن نحن نطرح رؤانا كيف يمكن معالجة الامور وكيف يمكن للاداءات ان تختلف في ظل هذا الوضع السياسي المرتبك. اعتقد ان الحكومه القادمه هي حكومه مختلفه تماما عما في السابق. كيف؟ وزراء اليوم عاكف على ان يقدم شخصيات وفريق منسجم ذو مواصفات عاليه بعيده عن شبهات الفساد، بعيده عن التراجع في الاداءات، بعيده عن كل البعد عن ما كان في السابق ان تكون الوزارات هي اقتصاديات للاحزاب، وبالتالي اعتقد ان القوى السياسيه اليوم مطالبه بدعم هذه الحكومه، مطالبه بان تكون اداءاتها في ظل حوار السيد المكلف هي حوارات مختلفه، وبالتالي لا نريد ان نرى تازم للمواقف، لا نريد ان يكون هناك ارتكاز لقضيه انه سرعه انجاز هذه الحكومه وبالتالي تكون هناك محاوله لمكاسب اعلى. اذا هو عند هذه النقطه سيد رحيم، عطفا على ما ذكرتم، كانت هناك معلومات فعلا أشارت إلى طلب المكلف بمنحه مثلا وزارات معينة يتم هو اختيار مرشحين بعيدا عن القوى السياسية تحديدا المالية، ما دقة هذه المعلومات وأنتم ككتل ما هو موقفكم؟ موقفنا كحكمة نحن بعيدين عن تشكيل الحكومة، ولكن ندعم السيد المكلف، كان له حوار معمق مع سماحة السيد الحكيم وأشر له السيد الحكيم جميع النقاط المهمة خصوصا فيما يخص قضية أن تكون هنالك قرارات حقيقية تلمس المواطن، أفعال حقيقية للحكومة، أداءات يمكن من خلالها أن تكون هناك مشاريع، أن تكون هناك قضية التخفيف من البطالة. إذن هو الرجل نعم يحاول جهد الإمكان أن يضع لمساته شخصيا بعيدا عن رؤى القوى السياسية، لأنه معروف أن القوى السياسية دائما تذهب باتجاه مكاسبها السياسية، وبالتالي هو اليوم نعم حدد بعض الوزارات وخصوصا المالية لأنها مهمة جدا في كعصب اقتصادي لهذه الدولة وإدارتها ماليا. اليوم الإدارة المالية إدارة فاشلة، هناك الكثير من المشاريع الوهمية، هناك الكثير من القضايا المالية التي شهدناها خلال اليومين السابقين وهي سرقات بحجم كبير جدا، وبالتالي إذن علينا مراجعة القرارات المالية، الأداءات المالية، كذلك من يقف على هذه المناصب في ظل الحكومة القادمة، وبالتالي السيد المكلف هو يتحمل المسؤولية ويجب أن تقف خلفه القوى السياسية في منحه وقراراته. ممكن القول أنه ملف الفساد قد يكون مرحلة انتقالية جادة وقوية وصعبة بالنسبة للسيد السوداني، خاصة ما أثير مؤخرا وقضية الضرائب؟ لا، صعب على شخصية نزيهة، شخصية كفوءة، شخصية تمتلك الشجاعة لمواجهة هكذا ملفات. هذه الملفات ملفات مهمة جدا أمام الشعب العراقي. الأموال هي أموال عامة وليست أموال خاصة، هي تخص الشعب العراقي ولا تخص القوى السياسية. يجب مكافحة الفساد، يجب أن يكون ملف الفساد أولوية كما شدد السيد الحكيم على سيادة المكلف، وبالتالي أعتقد هو يمتلك هذه الشخصية وهذه الإمكانية في أن يضع النقاط على الحروف في ملف الفساد. نعم ليس 100%، ولكن قد نخطو خطوات أو يخطو خطوات عفوا
لها أثرها على الشارع، ولها أثرها على أداء الحكومة، ولها أثرها على حيتان الفساد. وبالتالي نحن نعول أن تكون هنالك قائمة تطول من هؤلاء الفاسدين، لأن ربما تكون هنالك سرقات بحجم كبير، ولكن هناك تعدد في السرقات بأحجام صغيرة. يعني نعم اليوم ظهر لنا مبلغ كبير، ولكن أعتقد أنه في الكواليس هنالك سرقات بحجم أصغر ولكنها بحجم هائل بأعداد كبيرة، وهي تساوي أضعاف هذا المبلغ. إذن علينا أن نراجع كل الأداءات خصوصا طيب. المالية، وبالتالي هنالك مشاريع وهنالك بنى تحتية غير موجودة ولكنها حبر على ورق سرقت من خلالها الأموال. السيد السوداني الآن يحظى بدعم سياسي داخلي وأيضا مباركة دولية، والكل ينتظر، المواطن ينتظر. هنا السؤال، هل سيستخدم السيد السوداني كل الفترة الدستورية التي منحت له، أم تقديم الحكومة ممكن القول أنه سيكون خلال أيام؟ أعتقد أن ملامح هذه الحكومة ستبدأ منذ بداية مطلع الأسبوع المقبل، وستتسرب الأسماء وستكون هنالك ملامح شبه واضحة. وفي نهاية المطاف اعتقادي شخصيا أن نهاية الأسبوع القادم ستشهد جلسة بطلب من المكلف لأن يعني ترى حكومته النور. هذا اعتقادي الشخصي. هو يسير بخطوات متسارعة، الرجل يحاول جهد إمكانه أن لا تنزلق قدمه باتجاه القوى السياسية، بل هو دائما يبحث عن كيف يكون قريب من العراقي ومن تطلعاته وأماله. واليوم في مرحلة حرجة جدا من الوضع السياسي، نحن نبحث عن الاستقرار السياسي وندفع باتجاه ذلك. كان الحديث مطول مع سيادة المكلف وما بين السيد الحكيم في هذا الاتجاه، وكيف يحتوي القوى السياسية التي لا تحاول أن تدخل في الحوار، ويجب أن تدخل في الحوار، وأن يكون الحوار بناء باتجاه المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة، وأن تكون هنالك مرتكزات أساسية في بناء الدولة يجب البدء بها. أنا أشكرك السيد رحيم، للبناء عضو تيار الحكم الوطني السيد رحيم العبودي، شكرا جزيلا لكم سيد رحيم. دعا رئيس كتلة الفتح النيابية النائب عباس الزامل للكتل السياسية للتعاون مع رئيس الوزراء المكلف محمد شيع السوداني لغرض كشف ومحاسبة جميع المشتركين بقضايا الفساد وبلا استثناء. وقال زاملي في تدوينة له إن حكومة تصريف الأعمال استباحت المال العام وازدادت صفقاتها المشبوهة، داعيا الكتل السياسية للتعاون مع السوداني من أجل كشف ملفات الفساد. ما أن أميط اللثام عن سرقات كبيرة ارتكبها الكاظمي وحكومته، حتى ظهرت معها الكثير من الملفات المتعلقة بالفساد، والتي قد تفتح الباب على مصراعيه أمام تورط جهات أخرى بسرقة مبالغ أمانات الضرائب. النائب عن الإطار محمد الزيادي أكد أن هناك الكثير من ملفات الفساد والأمن الغذائي سيتم طرحها ومناقشتها داخل البرلمان، خصوصا أن حكومة الكاظم ارتكبت الكثير من المخالفات خلال فترة تصريف الأعمال، محذرا من قيام رئيس حكومة تصريف الأعمال بعد تشكيل الحكومة الجديدة بالهرب خارج العراق. هذا وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بمبالغ الأمانات الجمركية والضريبية. وذكر بيان للقضاء أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة سبق أن تلقت إخبارا يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت أفعالا مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الأمانات الجمركية والضريبية، مبينا أن المحكمة قررت إيقاف صرف هذه الأمانات في آب الماضي، وأصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه بهم، واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة والتحقيق مستمر لاستكمال الأدلة في القضية. بدورها حددت لجنة النزاهة الأربعاء المقبل موعدا لعقد اجتماع استثنائي ومتابعة حيثيات ضياع مبلغ 3 تريليونات و700 مليار دينار
من أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافد الدين. وتوعدت اللجنة باستدعاء وزير المالية وكالة المعفى إحسان عبد الجبار ووكيل وزير المالية والمدير العام لهيئة الضرائب السابق والحالي ومدير عام مصرف الرافد الدين، إضافة إلى استضافة رئيس الهيئة والجهات المعنية والمسؤولة للتحقيق في هذا الملف، مؤكدة أنها ستعلن نتائج الاستدعاء والاستضافة للرأي العام بعد الاجتماع مباشرة. وجه رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم رسالة للحكومة الجديدة والبرلمان بعد إعلان نسب مخيفة عن الفقر بالعالم، وقال الحكيم إن هذه الآفة الفتاكة تكمن في تثقيف الشعوب بشأن هذا الخطر الداهم وحشد الإرادة السياسية والموارد لمعالجة آثاره المدمرة، معربا عن أمله من الحكومة الجديدة ومجلس النواب الإفادة من التجارب العالمية في إطلاق برنامج علمي تنهض بالواقع الخدمي والتنموي والاستثماري في المناطق الأكثر فقرا في العراق. أكثر من 200,000 نسمة يشكون من قلة الغذاء في بابل بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما يؤكد مختصون على ضرورة تفعيل الجانب الزراعي للسيطرة على أسعار المنتجات في السوق. بنسبة 11%، أي ما يقرب من 220,000 نسمة، هي نسبة الأشخاص الذين يشكون من قلة الغذاء في محافظة بابل وحدها، حيث يستلم أغلبهم رواتب تصل إلى $90 شهريا، وهذا ما يكفيهم لوجبة واحدة يوميا على أكبر تقدير. وبالفعل وضعنا خطة لعام 2030 تطلق عليها خطة التنمية المكانية، وضعنا الأسس والسياسات العامة اللي من خلالها نقلل الفقر بالتركيز على ميزة محطة بابل الأولى وهي الزراعة من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الري لتقليل يعني نتائج التغيرات المناخية العالمية. وبحسب مختصين أن ارتفاع أسعار المنتوجات الزراعية في الأسواق أسهم بصعوبة شرائها من قبل الطبقات الفقيرة، ما يجعل الاعتماد على الزراعة أمرا ضروريا بالرغم من المشاكل التي يعانيها القطاع الزراعي في البلد. إلا أن نواجه هنا عدة تحديات بهذا الجانب اللي من عندها قلة التخصيصات المالية لوزارة الزراعة وأيضا التغيرات المناخية الأخيرة، ومع ذلك عملنا على حزمة من القرارات والإجراءات في وزارة الزراعة تهدف بالأساس إلى المحافظة على كميات المنتج المحلي، وهذا ما نلاحظه يعني عدة منتجات وصلنا إلى مراحل الاكتفاء الذاتي منها. ومع شح المياه الذي كان عاملا أساسا في تقليل الزراعة، إن الجهات المختصة قد وضعت خططا طويلة الأمد لعلاج هذه المشاكل على حد قولهم. زيد الشهيب، الرابعة، بابل. أكدت شركة تسويق النفط العراقي سومو أن قرارات منظمة أوبك بلاس تبنى على مؤشرات اقتصادية وبأسلوب مهني. وأوضحت سومو في بيان أن العراق يتفهم وضع السوق ومتطلبات الدول المستهلكة والقطاع الصناعي والتنموي العالمي، ويراقب مع شركائه جميع المتغيرات لتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق البترولية، مبينة أن صندوق النقد في تقريره الأخير أكد أن الاقتصاد العالمي مقبل على ركود بنسبة كبيرة جدا، وهذا الركود إذا ما حدث سيخفض الطلب على النفط الخام. لذلك جاء قرار أوبك بلس الأخير بإجراء خفض في الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل في اليوم، وهو لا يختلف عن قراراتها السابقة من حيث استناده إلى معطيات السوق ومتغيراتها. سبب انخفاض المياه في نهر دجلة كارثة لأهالي الموصل، ما أجبر الفلاحين على مغادرة أراضيهم نحو المدينة في وقت تتخذ دائرة الماء بالمحافظة إجراءات طارئة للسيطرة على هذه الأزمة.
تزداد يوما بعد آخر المؤشرات المخيفة عن عمق الكارثة الإنسانية والبيئية التي تتمثل في الجفاف والتصحر وشح المياه. مدينة الموصل كانت أولى المحافظات العراقية التي ظهرت عليها آثار انخفاض منسوب نهر دجلة بشكل كبير، ما دفع دائرة الماء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة. مديرية الماء لم تقف مكتوفة الأيدي نتيجة انخفاض مناسيب نهر دجلة، وخاصة في موسم الصيف، حيث بذلت مديرية الماء جاهدة كل إمكاناتها وطاقاتها لإيصال الماء إلى مشاريعها من خلال تطويل هياكل السحب باتجاه مجرى النهر لإيصال الماء إلى المشاريع، وكذلك القيام بعمل سدود صخرية مؤقتة لدفع الماء باتجاه المشاريع. انخفاض المياه في نهر دجلة سبب كارثة لأهالي الموصل، ما أجبر الفلاحين على مغادرة أراضيهم الزراعية والانتقال إلى المدن من أجل إيجاد فرص عمل بعد أن تعذر عليهم العيش على الزراعة بسبب شح المياه وكذلك تحويل الأراضي للسكن. نحن نسمع بأنها مشكلة عالمية، ولكن المفتاح على من الجارة تركيا، وبإمكان السياسيين العراقيين الحوار مع الجارة تركيا لإطلاق الحصص المائية للعراق. مشكلة الجفاف الذي يحدث والتصحر في العالم كله وفي خاصة في مدينة الموصل أدى إلى تهجير الفلاحين إلى اللجوء إلى المدن ليفتح لهم أبواب رزق، وتركوا مهنة الفلاحة، والمهنة الفلاحة هو المهنة المهمة. وبحسب إحصائيات رسمية فإن التصحر والجفاف ألقى بظلاله على 39% من مساحة البلاد، و54% من الأراضي الخصبة هي عرضة لخطر فقدانها زراعياً بسبب الملوحة الناتجة من تراجع مناسيب دجلة والفرات. الجفاف يضرب أنهاراً وبحيرات ويثير فزع المواطنين والمزارعين بعد قلة الأمطار وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل. تتواصل عمليات تجريف الأراضي الزراعية في النجف الأشرف بصورة تنذر بخطر كبير، فالعشرات من البساتين المثمرة غدت أرضا جرداء نتيجة تحويلها إلى مشاريع استثمارية. على امتداد هذا الطريق جرفت هذه الأراضي مشاهد مؤلمة لبساتين النخيل التي قطعت عمدا لأجل تحويلها إلى مشاريع استثمارية. فمنذ سنوات ما زالت عمليات التجريف تطال العشرات من البساتين رغم القوانين التي تمنع ذلك. كما تعرف بعد عام 2003 جرى تجريف مئات الدونمات الزراعية في محافظة النجف الأشرف، وهذه الأراضي كانت فيها أجود أنواع التمور العراقية، وتحويلها إلى تحويل جنسها إلى سكن عشوائي أدت إلى انقراض أنواع من التمور. كان العراق يصدر هذه التمور إلى الخارج. هذه البساتين كانت هي السلة الغذائية لجميع محافظات العراق، بل وإلى حتى دول الجوار. هذه كانت نصدر، العراق يصدر منها تمور. اليوم هذه البساتين قتلت بسبب شحة المياه، بسبب الإهمال الزراعي، بسبب إهمال القطاع الزراعي ولجوء الفلاح إلى العمل في المدينة، البحث عن وظيفة، البحث عن عمل في المدينة. أصبحت هذه الأراضي وهذه البساتين مهجورة. وتنص القوانين العراقية على تجريم تجريف البساتين واستملاك الدولة لها في حال إهمالها من قبل أصحابها. مديرية زراعة النجف قالت إنها رفعت أكثر من 2000 دعوى قضائية على مزارعين قاموا بعمليات تجريف الأراضي، وإن هذه الإجراءات سوف تسهم بشكل كبير بالحد من عمليات التجريف. الحقيقة يعني أكو تجاوز على مساحات البساتين، وتجاوز كبير، حيث حصل تجريف لمساحات كبيرة. مديرية الزراعة قامت بدورها بإقامة دعاوي على أصحاب البساتين، أصحاب العلاقة الزراعية، عقود أو حقوق تصرفية، والآن موجودة في المحاكم عدة دعاوي تصل قد يكون إلى 2000 دعوة قضائية على أصحاب المساحات المجرفة. وكان العراق يسمى بأرض السواد لكثرة البساتين فيه، أما اليوم فقد أصبحت هذه الأراضي مهددة بالانقراض بسبب التجريف وشحة المياه.
بساتين النخيل المجرفة ساهمت بزيادة نسب التصحر، كذلك ساعدت في كثرة العواصف الترابية وفقا لوزارة الزراعة، إضافة إلى نقص إنتاج التمور بعد أن كان العراق يصنف من أكبر الدول المصدرة للكثير من أنواعه. تحسين الشقنات الرابعة، النجف الأشراف. إلى عناوين النشر. سأبذل كل جهدي لتقريب بين القوى السياسية والرعاية حواراتها من أجل تحقيق هذا الهدف والقيام بمهامي بأمانة لحماية الدستور. رئيس الجمهورية يتسلم مهامه رسميا في قصر السلام ويتعهد بحماية الدستور وحل المشاكل القائمة. على المستوى الوطني، السوداني يؤكد تمسك حكومته باستمرار الحوار ويجدد التزامه بعلاقات خارجية متوازنة. الإطار يتوعد الكاظمي، نواب يتحدثون عن ملفات فساد كبيرة ويتعهدون بطرحها ومناقشتها داخل مجلس النواب. كانت هذه نشرة أخبار المنتصف من الرابعة. للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة .tv وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تيليجرام وتويتر. شكرا لكم، إلى اللقاء.